ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا دلوقتي بصور من داخل وول مارت تاني، يعني وول مارتين، بس المرة دي بقى وول مارت. واحنا دلوقتي في كريسمس، يعني احنا مش دلوقتي مش في كريسمس، احنا لسه اصلا ما عندناش الثانك جيفينج، عيد الشكر. بس يعني الشعور اللي يعني صحيح مش عارف اقول لكم الصراحة، بس هو امريكا بتبدأ تحتفل بدري، ده الواقع. انا بس بحاول الف كده اروح لسكشن جديد حاجات ما رتهالكمش، يعني في حاجات غريبة كده ممكن اقولها لكم. حاجة غريبة الصراحة، أوريكم الحاجات دي. هدوم علشان كريسمس، يعني عشان كريسمس معدة خصيصا للكريسمس. طبعا ده سيكشن الهدوم، سيكشن ضخم طبعا، مقدرش أقول لكم قد إيه. ده السيكشن بتاع الأفلام اللي أنتوا شايفين، شوية أفلام لطيفة. معلش يا جماعة، عشان بس انا ماسك العجلة بايد واحدة وايد التانية ماسك الموبايل، ساعات بضطر انزل ايدي كده عشان ايه اظبط العجلة. ده سيكشن برضو الافلام كده، سيكشن الكترونيات، ادي افلام تاني، ادي العاب، ادي افلام الجديدة كلها او حاجات قديمة برضو. مش عارف ده كرسي ايه، ده تقريبا ده جيمينج تقريبا. دي عدة حرب. دي دفاية غريبة صراحة يا جماعة، لان دي مش دفاية، يعني هي دفاية بس هي عايز تديك الاحساس انك عندك دفاية في عارفينها القديمة ديت، بس هي مش قديمة، هي جديدة شغالة بالإنفراريد، يعني بالإشعاع، يعني مش دفاية بالحطب. يعني دي منطقة كهرباء بقى والعدد، يعني شنايير وكله بقى كله طبعا ده بالحجارة زي عندنا. يعني أنا الشنيور اللي كان عندنا في مصر كان شنيور اللي هو بسلك، ده بتتشحن. دي علب العدد وإقفال بقى، ويعني وكله مش عارف في أسعار ليه. ستيكر أسعار مش عارف، ممكن الحبل المقوى وهكذا. هاخد لفة بقى في السكشن بتاع الألعاب، مع إن هبان تافه حبتين بس مفيش مشكلة. ده البوي، ده اللي نفسه يطحن بيك. دي كور، كرة ب4 دولار، يعني 4 دولار وحاجة بسيطة. ده سيكشن العجل، برضو سيكشن طبعا عربيات، قطع عربيات. هنا بقى سيكشن غريب مش هتلاقوه، طبعا سيكشن للصيد، سيكشن لصيد السمك يعني زي ما شفتوا كده، وده سيكشن للصيد بقى الحقيقي لما بتصطاد حيوانات، يعني بنديات والرصاص بقى وكل العدد، يعني كل الحاجات اللي يحتاجها عشان الصيد. وهكذا برضه إذا أسلحة، أسلحة برضه تاني. دي مش أسلحة، سيكشن أسلحة خلص. دي رياضات،
اللي هو الباسكت، هي كورة الباسكت دي، تلاجات اللي تاخدها معاك يعني المتنقلة، وادي علي. طبعا انا كنت، انتوا عارفين ان عندي عجلة، بس كنت بفكر اجيب عجلة بس نورمال، بس الفكرة ان انا لقيت ان الموضوع مش هيبقى، يعني مش هيبقى حاجة مفيدة، لان انا اوريدي بتحرك، ممكن اتحرك اروح في مكان تاني، فساعتها مش هيفيدوني. ده سيكشن للألعاب والبيانو والحاجات اللي عرفناها، الميكي والكلام ده. طبعا دي حاجات بقى، في حاجات ضخمة زي ما تشوفين، موتوسيكلات كبيرة وكده، فمش كل حاجات تافهة الصراحة، عندهم ألعاب حقيقية، ألعاب أصغر. في حاجة كنت شفتها هنا قبل كده، وولمارت ليجو كل حاجة، يعني وولمارت مش عنده كل حاجة ومسابش أي حاجة. ده بقى زي ما انتم شايفين كده، ده سيكشن كل سنة طيبين، يعني سيكشن كريسمس. ادي الحاجات اللي بتتحط على الشجرة، مش عارف تتحط على الشجرة دي ولا على الباب. على الباب دي الهدايا وكده. دي برضو حاجة بتطلع على الشجر، بس مش محطوط لها حاجة. السكشن ده نوعا ما ملوش دعوة بالأمر، أبقى آسف باللون المختلف، ملوش دعوة بالكريسماس، بس يعني مش عارف ليه محطوط في الكريسماس أهو. يعني كان زي الشيء زي ما انتوا شايفين كده، كمية شجر غير طبيعية محطوط فوق. ادي الكور، ادي كتب القصص بتاعت الكريسماس. دي برضو حاجات صور، ودي وول بيبر. اسمه وول بيبر ولا اسمه ايه؟ نسيت اسم البتاع، هو بيتحط على الحيطان ده، لازم وول بيبر تقريبا، ورق حائط، لو بالعربي اسمه ورق حائط، مش فاكر اسمه الانجليزي، يعني وول بيبر. هكذا ريبنز بقى، وادي الشجر، شجر يعني شكله جميل يا جماعة، ستر. بس كده انا طبعا بشتري حاجات ملهاش دعوة بالكريسماس خالص. انا راجل وحيد ستر، ف وتحت البادجت، فيعني بيشتري حاجات تحت البادجت، ف صحيح ما عندوش اموال ينفقها. ف ده باور بانك شوية بقى حاجات بقى، بس يعني والله في كل حاجة. انا هحاول مرة الجاية ان انا اوريك حاجات يعني انت شفتهاش قبل كده. في صيدلية هناك، في كل حاجة، يعني في كل حاجة، ستاير، في كل حاجة اللي انت نفسك فيه بقى. ف يعني اظن كده النهاردة كويس كده، انا عملت لكم فيديو كويس، حاولت يعني اوريكم الدنيا يعني شكلها ايه، عشان لو متعرفش يبقى ليك شفت، يعني عشان ما تقوليش ايه ده مارك، كنت شغل ليه يا مارك، ليه كده مارك، ليه ده. طبعا السكشن ده كله كامل كده زي ما انتم شايفين، الجريتنج كاردز اللي هو عارفين الكروت بتاعت مثلا لو حد عنده عيد ميلاد تبعت له كارت هديه او كده، اهو ده السكشن ده كامل كده بس.
جماعة ده سيكشن الحلويات، لو فاكرين انا كنت صورت هنا قبل كده السيكشن بقى. بصوا بقى العصاية بتاعت الكريسماس ديت، يعني عشان يحسسك انه يعني صحيح، يعني انت لو ما عندكش ده مش حاسس تحس صراحة. يعني بتبقى في حاجات جميلة صراحة. انا هحط العربية هنا شوية، طبعا دي الحلويات العادية، بيجي الحلويات العادية بس بقى السيكشن بقى اللي قدامه ده العلب بقى اتلونت وبقى محطوط نقط كده وسنو، عشان يعني انت المفروض يعني تبقى سقعان. طبعا انتوا عندكم في الدول العربية، عندنا الحمد لله في الدول العربية وفي مصر الدنيا يعني لما بتسقع يعني اخرها تشي شوية. هنا بقى بتعمل حاجات غريبة، درجة حرارة كانت من حاجة بسيطة، كانت مش عارف -5 ولا حاجة زي كده، -6 تقريبا، لا -6 مش -5. لكن هنا بقى بتنزل يعني، يعني هناك عندكم دول العربية الحمد لله ما بتشوفش اصلا النقص. انا بقى هشوف لي حاجة من هنا و يعني عشان احتفل يا جدع. صح ولا صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. هو في حاجات كتيرة الصراحة مش عارف اختار ايه ولا ايه. مش عارفين الشوكولاتة دي غالية جدا، لطيفة. انا هقرر واوديكوا فكرة. خلصت جبت مكرونة عشان المكرونة هتخلص، مش هتخلص، انا حسبتها على اليوم اللي انا هخلص، فلقيت المكرونة هتخلص، فانا جبت كيسين مكرونة وشوكولاتة ودونتس بالسكر. بالسكر بتبقى حاجة جديدة ديت. سوسج وبيض وكاتشب بالشطة بس كده. طبعا بالمنظر دلوقتي زي ما وريتكم كده شكله بيبقى جميل. لو انتوا شايفين كده ظهري الشجر الشكل بيبقى جميل، زي ما انتوا شايفين كده الشجرة الشكل بيبقى جميل. يعني ممكن تعمل شوبينج كده الدنيا تبقى شكلها جميل، مش مجرد يعني شوبينج عادي. يعني طبعا عارف ان في مصر كنا بنعمل حاجات الناس كانت بتعمل حاجات زي كده، بس هنا واخدة طابع يعني اكتر، يعني زي عندنا عندنا ممكن نحطوا شجرة 2 3 كده في الفاتورة او فتح الله، بس ممكن كارفور اكتر من فتح الله. كنت بشوف فيه حاجات اكتر يعني، بس هنا بتلاقي المكان كله يعني تحس ان هو يعني زي ما قلتوا كده حاجات ضخمة، شغل حقيقي يعني واقع. انا حاولت اعمل لكم فيديو كويس يعني، بحيث ان انا بقالي وقت طويل ما يعني حوالي اسبوع ما حنزلتش حاجة على القناة، وده مش طبيعي. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله في حاجات تانية هتبقى جميلة جاية، اجازة الثانك جيفنج اللي قاعد الشغل ده، فممكن اعمل لكم فيديو 2 3، ممكن اعمل لكم يعني كمية كويسة للفيديوهات الجميلة، ان شاء الله تكون عجبتكم برضو. ممكن اعمل النهاردة جيمنج بس بعد ما اخلص اللي ورايا، ورايا شوية حاجات كده عشان بكرة، بكرة اول يوم في الاسبوع، اخر اسبوع قبل الثانك جيفنج. فان شاء الله يعني يعجبكم الشغل، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، واشوفكم فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، تعملوا لايك لو برضو الفيديو عجبكم. بص لو عجبك تعمل سبسكرايب تعمل لايك، مينفعش تعمل حاجة واحدة مش التانية. يعني انا لقيت البيانات عندي ب 70% من الناس اللي بيحضروا فيديوهات مش عاملين سبسكرايب، دي كده كده يا جماعة انا كده ازعل.